يا سلام، شكلي تمام التمام. ما الأمر؟ ستعالجك الطبيبة ماشا، 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 ستعالجك الطبيبة ماشا. Ha!
قل ليو. إلى أين تذهبان؟ لم تأخذا إبرة اليوم. عودا، ترى لماذا هربا مني؟ وأنت يجب أن تأخذ من هذا الدواء. صباح الغد سنبدأ العمل. لتشغيل العربة،
وذاك للسير إلى أمام، أما هذا فهو لرفع هذا، وأما هذان فهما أول من يركب عربتنا. الآن الابتسام هو الأهم، ولا تنسيا التعليمات هنا. كأنهما لا يحسنان القراءة. لا أصدق، كيف لا يحسنان القراءة؟ من كان يخطر بباله أن الذئاب لا تقرأ؟ سأمسككما وأعلمكما كيف تكون القراءة. فالمسكينان لا يحسنان القراءة. استيقظ أنت وأنت، سنتعلم الأحرف اليوم، لذا انتبها جيدا. أي أم أر يو. سيداتي مساء الخير، ومرحبا بكن في حلقة جديدة من برنامجنا. سنتحدث اليوم عن طرائق تخفيف التجاعيد بالبشرة. التجاعيد؟ اكتشف العلماء أن المستحضرات التي تحوي خلاصة الفواكه تساعد على التخلص من التجاعيد التي تحيط بالعين، لذا ننصحك سيدتي باستخدام هذه المستحضرات، ولا تنسي قناع العسل لشد البشرة، كما أن شرب كوب من الكاكاو الساخن ينشط الدورة الدموية في أوردة الوجه. تجنب التفكير فيما يوترك وخصصي وقتا للاسترخاء، وفي إمكانك تنشق الهواء وممارسة التمرينات الرياضية كاللعب بالكرة، فالرياضة ستفتح مسامات البشرة. ولا تنسي تمرينات التنفس، خذي نفسا عميقا ومدي يديك ثم أخرجي النفس ببطء شديد، ولكن تذكري هذه الحلول ليست جذرية، وأن عليك أن تتقبلي التجاعيد. ارحل عني. قد يزيد الإجهاد والتوتر من ظهور التجاعيد، لذا عليك سيدتي الابتعاد عن كل ما يزعجك ويسبب لك الإجهاد. هات 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 هات. يي ها؟ أذهب إلى الغابة وإن ظهر ذئب. Thank you.
نجرب. تمام التمام. هيا أسري. بسيطة، سأشكوك إلى الدم. طرد اللاعب كان قرارا مجحفا اتخذه الحكم. دخل اللاعبون الملعب الآن. دع الأمر لي، والآن سأهاتف الدم. اقترب الشوط الإضافي من اللحظات الأخيرة. سأهاتف الدق. يحاول هداف منتخبنا إحراز هدف في آخر لحظة. والآن سأهاتف الدق. يتخطى الهدف دفاع الخصم. سأدبدب الهاتف. ولم يبقى أمام هدفنا سوى حارس المرمى. والآن أرى. مصنوع من الحرير، وهذا من الكتان مثل ربطتي هذه، وهذا من الجلد هنا. هذا القميص مصنوع من القطن. أما هذا المعطف هنا فمصنوع من الصوف، وهذه أحذية مدرسية. Thank you.
أسطورة الكباب المشوي. منك. ما رأيك أن نلعب معا الآن؟ هنا يصنعون ملابس الصيد. حادث فظيع. صديقي يا دب، أين أنت الآن؟ هيا حدثني عنك أكثر. لا تغضب مني، فأنا أشعر هنا بكثير من الملل. لا أجد من أتكلم معه. من سيلعب معي؟ تقبل أن تكون صديقي؟ مرحى، إذن سأريك منزل البحرية الآن. بماذا نبدأ؟ دبدوبي صديقي، هدوء، أريد أن أتصل. أيسمعني أحد؟ أرجوكم ساعدوا دبنا. هيا أسرعا، فالدب يكاد يغرق. سنجدك يا صديقي، جئنا لإنقاذك. بصراحة لا أجيد القراءة، ليس هناك من يعلمني. ذلك الدبدوب الظريف. أنا، هل تقبلين؟ سألعب
ألعب معك دوما. الفطور عندك. إن أردت صيد السمكة فعليك أولا أن تطعم الطفلة. لا أريد. فقط أين المشكلة في هذا؟
الإسراف. فلكل شيء قدرة. والآن حان وقت طعام الفطور. الحياة الحلوة تحتاج إلى نظافة. عجباً عجباً، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة. سأضغط على الميكروفون، سأقول ماشا والدب. الأمر بسيط جداً، والآن حاول فعله.